اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه ونبدا من اهم العناوين. على المدى المالي النيابيه موازناتها غير دقيقه بسبب غياب الحسابات الختاميه. القدس العربي العراق ارتفاع حصيله ضحايا الحريق بمركز لعزل مرضى كورونا الى 92. ديلي تيليغراف، وزير دفاع بريطانيا يقول إن بلاده ستعمل مع طالبان حال وصولها للسلطة. على الواشنطن بوست، طالبان هزمت أمريكا وستبدأ في واشنطن لعبة اللوم. على العربي 21، ارتفاع عدد ضحايا الحسين إلى 92، وقضاء العراق يأمر باعتقالات. الجارديان، صدمة في أفغانستان إثر سرعة انهيار قوات الأمن. وعلى الزمان، العراقيون يوقدون الشموع ويقيمون صلاة الغائب ترحما على ضحايا فاجعة الناصرية. من فجعة الناصرية نبدأ، حيث كتب جبار الياسري: ذقار تدفع ضريبة صمودها الأسطوري بغض النظر عن تكالب القوى العظمى وأغلب دول العالم ودول الجوار على العراق، والذي تحول مع مرور ما يقرب من أكثر من 4 عقود، تحول إلى تسليم زمام أمور وإدارة الدولة العراقية بيد حفنة ضالة من شذاذ الآفاق. أن الصراع الحالي المحتدم والدائر خلف الكواليس بين قادة وأمراء الحرب الطائفية الشيعية لا محالة سيظهر وسيطفو على السطح قريبا جدا، والذي لا قدر الله إن حدث هذه المرة فإنه ينذر بصدام مسلح عنيف جدا وعواقب وخيمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب الأهلية. الكرة الآن في ملعب الشعب العراقي وقادة وزعماء ساحات ثورة تشرين في جميع أنحاء العراق، وعلى رأسها محافظة ذيقار التي تعتبر عاصمة الثورة، وكذلك القوى الوطنية المؤيدة والداعمة لها في الداخل والخارج. ولا يجب الاعتماد والتعويل أبداً كما يتوهم البعض على نتائج المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران بخصوص أكذوبة ملفها النووي والصاروخي، ولا على نتائج هيمنة أو انتصار حركة طالبان من عدمه على الحكومة الأفغانية، أو توجيه ضربة عسكرية لإيران من قبل إسرائيل، ووصول المعارضة الإيرانية قريباً لحكم إيران. بل يجب علينا كعراقيين أولاً وآخراً الاعتماد بعد الله على ثورتنا المظفرة من خلال تنسيق مواقفنا وتوحيد وتنظيم صفوفنا في الداخل والخارج قبل فوات الأوان، وقبل أن يورط الشعب العراقي لا قدر الله في أتون حرب طائفية شيعية هذه المرة. وما حرمان الشعب العراقي من تأمين أبسط الخدمات على مدار 19 سنة، كما هي معضلة ومعجزة الكهرباء والإمعان في تخريب وتفجير الشبكة والأبراج الناقلة لها، وكذلك عمليات الحرق الممنهج والمبرمج للمستشفيات ووزارة الصحة وغيرها من المرافق الحيوية. المستهدف الآن ليس فقط تحويل ثورة تشرين الوطنية إلى صدام مسلح وحرب أهلية مدمرة بين القوى الوطنية والعشائر من جهة والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، فقد تم ارتكاب أبشع جريمة ومجزرة بحق الراقدين في مستشفى الحسين، كما هو قسم العزل لمصابي كورونا وسط ذيقار. بنفس الأسلوب والطريقة الجبانة والإجرامية التي تم من خلالها حرق مستشفى الخطيب في العاصمة بغداد. الفاسدون في العراق أيامهم معدودة، مقال للكاتب ماجد السمرائي. مافيات الفساد في العراق أصبحت على قناعة بأن غطاء الدين الذي وفر لها الحماية لسنوات طويلة لن يستمر إلى ما لا نهاية، فالتستر خلف ما يسمى بالدولة قد انتهى مفعوله اليوم. نطالع. استشعر قادة الأحزاب وجيوشهم الفاسدة من عصابات النهب الخطر الشخصي على مصيرهم في حال فقدانهم للسلطة، لهذا لم يترددوا في تنفيذ برامج قتل واختطاف للمعارضين تحت أغطية ما سمي بالإرهاب للحفاظ على السلطة.
لكن دائما ما يصبح الاستبداد آداة لتقصير أعمارهم في السلطة بغض النظر عما يتم ترويجه من قصص الانتخابات. فعندما تحين لحظة الحساب الحاسمة تتبخر هذه المظاهر المزيفة. لقد بدأ الكثير من التابعين من ذوي المصالح النفعية ينفضون عن تلك الزعمات، ولم تعد الحصانة بالمذهب حامية. لم تعد الميليشيات المسلحة خادمة لتلك الأحزاب بعد استثمار فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الشيعي لطرد العصابات المتطرفة داعش لكي تضمن مشروع التأسيس والإدامة، بل وجدت الفرصة لأن تتحول هي إلى كيان لا يتردد في ترجمة الولاء لخامنئي لفعاليات سياسية وعسكرية أخذت تلتهم العملية السياسية بعد انقسام أحزابها وكتلها إلى مقاومين ومستسلمين للأمريكيين. كان مطلوباً للدولة الجديدة الميليشيات التي لم تعد دولة رديفة بالمعنى التقليدي، حيث أصبحت لها أجهزتها المالية والاقتصادية بالإضافة إلى العسكرية، عدم الاكتفاء بآليات النهب عبر العقود والاتفاقيات المزورة التي أصبحت الأحزاب خبيرة في التحكم فيها، بل السيطرة على مصادر المال الوفير في المنافذ الحدودية والهيمنة على ما يعرف بمزاد العملة للبنك المركزي ما بين 150 و200 مليون دولار يومياً يتم تهريبها لإيران أو الدول التي تتم فيها عمليات غسيل العملة بعقود تجارية وهمية. لم يحصل في العالم المعاصر أن امتد العمر بمافيات الفساد طويلاً، فمهما تحكمت وسيطرت على الحكم أو امتلكت أعتى الميليشيات، نادراً ما تتحقق متلازمات الفساد والاستبداد والسلطة في وقت واحد من خلال الهيمنة على سلطة الحكم مباشرة، أي أن تكون جميع زعامات النظام السياسي أو غالبيتها وليست الحكومة وحدها فاسدة مثل ما يحصل في العراق. الانتخابات أم ثورة تشرين؟ يقول الكاتب عوني القلمشي: أن يتورط الناس الذين ضاقت بهم سبل الحياة في المراهنة على الانتخابات كطريق للخلاص، فهذا أمر يمكن فهم أسبابه، فهؤلاء مثلهم أو مثلهم كمثل الغريق الذي يتعلق بقشة. وأيضا يمكن فهم أساليب الجهود التي بذلها المرتزقة وعملاء المحتل من أجل دعوة الناس للاشتراك في الانتخابات، لأن مقاطعتها قد تؤدي إلى سقوط العملية السياسية وبالتالي قطع مواردهم، ولربما أبعد من ذلك. نطالع. سيصرخ على الفور كل أصحاب هذه الذرائع الواهية ليقولوا لنا: إذا قاطعنا الانتخابات ورفضنا التحالف الجديد والاستعانة بأمريكا التي وعدت بتغيير مسارها لصالح العراق، ترى ما هو البديل؟ ببساطة شديدة جداً، إن البديل لمثل هذه الأوضاع الشاذة في كل أنحاء الدنيا هي الشعوب وقواها الوطنية. وشعب العراق له تاريخ مجيد في الثورات ضد المحتل وعملائه وضد الحكومات الدكتاتورية والعميلة، واليوم تأتي ثورة تشرين العظيمة لتؤكد أن الشعب هو القوة الوحيدة القادرة على التغيير. ومن يعتقد أن هذه الثورة قد انتهت جراء تراجعها لأسباب عديدة فإنه لفي ضلال مبين، فثورة تشرين لا تزال حية لأن الثورات لا يعيبها مثل هذا التراجع، فهي ليست جيشاً نظامياً إذا كسر هزم. الثورة قوة شعبية تخوض كفاحها طويل الأمد، قد يستمر سنين عديدة لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة. وقد مرت كل الثورات الشعبية في العالم بحالة مشابهة وحققت في نهاية المطاف الانتصار وحررت شعوبها من عار الاحتلال وعملائه من شخصيات وتجمعات وحكومات. بمعنى أوضح، فالخط البياني لثورات التحرير الشعبية طويلة الأمد لا يسير باتجاه الصعود دائماً، لكنه يصل في نهاية المطاف إلى القمة، أي لجهة انتصار الثورة مهما طال الزمن، في حين يكون نصيب المحتلين الهزيمة مهما بلغوا من قوة وجبروت. أن تنتقل هذه العدوى لتصيب بعض السياسيين والمثقفين الذين يدعون معاداتهم للعملية السياسية والاحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية، فهذا يعد جريمة وطنية بامتياز. فالمشاركة في الانتخابات تعني إطفاء صفة الشرعية على ذات الوجوه الكالحة التي ستفوز حتما في الانتخابات لما تمتلكه من أموال وسلاح وسلطة.
متى يقوم المجتمع الدولي بدعم الحراك الشعبي في العراق؟ يتساءل الكاتب نظير الكندوري في مقال نشره موقع مركز رسام للدراسات، جاء فيه: حينما خاض شعبنا العراقي نضاله في سبيل التحرر من الاحتلال الأمريكي ومنذ بدايته عام 2003، جاءت نصائح كثيرة له أن ينتهج سبيلا آخر غير استخدام القوة المسلحة وفرض إرادة الشعب العراقي بالقوة ضد المحتل، لكن لم تنطلي تلك الخدعة أو الخدعة على المقاومين العراقيين، واستمروا في نضالهم ضد المحتل وأذنابه من المشاركين في العملية السياسية التي أسسها الاحتلال. ولكن ظهر عدو للشعب العراقي يتغلغل بين صفوفه ويتحدث بلسانه. قام الشعب بتوجيه ندائه إلى المجتمع الدولي لمساندته في التخلص من هذه المجاميع الإرهابية المدعومة من النظام السياسي العراقي الحالي ومن دولتي الاحتلال إيران وأمريكا، لكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي، وانهالت نصائح الأصدقاء الدوليين بأن على الشعب العراقي أن يقاوم أعداءه بالاحتجاجات السلمية لمواجهة هذه المجاميع الإرهابية وهذا النظام السياسي الذي لا يعمل لصالح الشعب، على اعتبار أن هذا أسلوب حضاري في المقاومة. ونسي أولئك الناصحون بأن الوسائل السلمية الحضارية التي تتخذها شعوب العالم تستخدم حينما يكون للنظام الحاكم الحد الأدنى من البعد الحضاري الذي يحتم عليه احترام حقوق الإنسان، وهذا ما لا ينطبق على النظام المتسلط في العراق ولا ينطبق على الأنظمة الداعمة له مثل النظام الإيراني. مع ذلك واستناداً لنصائح الأصدقاء، ترك العراقيون سلاحهم وبدأوا بنضالهم السلمي المتحضر لنيل حقوقهم واسترجاع بلدهم من أيدي السراق والقتلة، فقاموا بالتظاهرات وشاركوا في الاعتصامات ورفعوا الشعارات المطالبة بتغيير النظام. فماذا كانت النتيجة؟ تم البطش بهم وقتل ناشطيهم، ومن نجا منهم آثر الهجرة إلى خارج البلاد للنجاة بنفسه وعائلته، وضربت مرة ثانية الذلة على هذا الشعب، وجعلوا من المتظاهرين والمعتصمين السلميين عبرة لغيرهم ممن يفكر بالوقوف أمام الفساد المستشري في النظام السياسي العراقي، أو أنه يفكر باستعادة الاستقلال لبلده والكرامة لشعبه. إن الشعب العراقي إذا ما أراد مساندة المجتمع الدولي لنضاله فعليه اكتساب القوة وأن يكون مؤثراً بالساحة العراقية، قادراً على ضرب خصمه ضرباً موجعاً، سواء كان الخصم هو المحتل الإيراني أو النظام المتسلط على رقابه. ما هي السيناريوهات المتوقعة في عهد الرئيس الإيراني الجديد؟ نشر موقع بلدي كلوب الروسي تقريراً سلط من خلاله الضوء على السيناريوهات المنتظرة في إيران عقب فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في حزيران يونيو الماضي. وقال الموقع في تقرير له إن دول الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية لم تركز بالشكل المطلوب على هذا الحدث بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتبعات جائحة كورونا. نطالع. يقوم السيناريو الثاني على انتهاج رئيسي سياسة معادية للغرب بعد انتقاده سلوك الولايات المتحدة وأوروبا، وتأكيده أن سياسة إيران الخارجية لا تقتصر على برنامجها النووي، اعتماداً على فحوى خطاب رئيسي قد تؤدي سياساته القادمة إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة. ورغم أن بايدن قد أدان سياسة ترامب فيما يتعلق بإيران، غير أنه لا يبدو متعجلاً لإحياء الاتفاق النووي، ويظهر ذلك من خلال شن غارات جوية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق. إلى جانب ذلك، يفترض هذا السيناريو أن تكون أولوية الرئيس الجديد محلية، أي العمل على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل ومحاولة التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويتبع الموقع أن رئيسي على خلاف روحاني غير مستعد للقاء ببايدن، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى التعايش السلمي، وقد يعزز رفع العقوبات الأمريكية والعودة إلى الاتفاق النووي من احتمالات تخفيف التوتر. وتبدو الولايات المتحدة منغمسة حالياً في مشاكلها الداخلية بسبب تعمق الانقسامات السياسية وأزمة كورونا والتركيز على التهديدات الروسية والصينية.
ويؤكد الموقع أن إبراهيم رئيسي المنتخب حليفا يمثل التيار المحافظ والمتطرف داخل النظام الإيراني، وهو ما يجعل الوضع مختلفا كثيرا مقارنة بفترة حسن روحاني الذي ينتمي للتيار المعتدل وفقا للموقع. صدمة في أفغانستان إثر سرعة انهيار قوات الأمن، حيث نشرت صحيفة الجارديان تقريرا قالت فيه إنه مع رحيل القوات الأمريكية من أفغانستان حث العديد من كبار المسؤولين الأمنيين في كابول الرئيس أشرف غني على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة. نطالع. وسط ضباب الارتباك والخوف واللوم الذي ساد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أفغانستان، ربما يكون هناك شيء واحد فقط يمكن أن يتفق عليه الطيف السياسي بأكمله. لم يتوقع أحد حجم أو سرعة انهيار قوات الأمن الأفغانية في الأسابيع الأخيرة، ولا حتى أولئك الذين أرادوا انسحاباً استراتيجياً بحسب الصحيفة. ولطالما عانى الجيش والشرطة في أفغانستان من مشاكل هيكلية واستراتيجية، فقد أبطأت أمريكا وحلفاؤها في البدء ببناء قوات الأمن الأفغانية بعد الإطاحة بطالبان، كما تغاضوا عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل شركائهم المفضلين والفساد الشديد، لدرجة أن الجنود الجرحى ماتوا جوعاً في المستشفى العسكري الرئيسي. وفي مقابل المليارات من المساعدات، كان للشخصيات التي دعمتهم واشنطن في كابول دوراً كبيراً في كيفية إدارة قوات الأمن، بما في ذلك التعيينات العليا. ويعتقد وزير الدفاع المعين مؤخراً باسم الله خان محمدي، وهو محارب قديم آخر من حروب أفغانستان الطويلة، أنه يستطيع وقف تقدم طالبان وفقاً لمصادر مطلعة على تفكيره، لكنه يتوقع أن يستغرق الأمر أسابيع قبل أن يتحول المد ويستعد لانشقاق آلاف الجنود الآخرين أولاً، فقد فر أكثر من 1000 شخص عبر الحدود وسلم مئات آخرين أسلحة ومعدات لطالبان في استسلام جماعي تم تصويره بالفيديو ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. المواقع العسكرية المتقدمة تعتمد على طائرات الهليكوبتر لإعادة الإمداد من الذخيرة وحتى الطعام بحسب الجارديان، كما أن الغارات الجوية بحسب الجارديان والتي كانت ضرورية لصد حركة طالبان في المعارك الكبرى لم تصل أيضا. لقد وعدت أمريكا بدعم من الطائرات التي تعمل من حاملات الطائرات والطائرات من دون طيار المتمركزة في الخليج، ولكن من المرجح أن يكون ذلك العون بطيئا في الوصول. اعتمدت دراسة في نتائجها على تحليل ومتابعة النظام الغذائي لما يقرب من 40,000 مشارك في البنك الحيوي ببريطانيا الأناضول. أن تناول الخضروات والقهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة نوترينتس إن استهلاك المعتاد لفنجان واحد أو أكثر من القهوة يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر كوفيد-19 بنسبة 10% تقريباً مقارنة بأقل من فنجان واحد في اليوم. وأوضحت الدراسة أن الاستهلاك اليومي لما لا يقل عن 0.67% حصة من الخضروات يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتورية.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.